قال ويضاحكه النبي. قال ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه. قال ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه. أخذ يقترب من الصغير وهو يحاول أن يفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقترب منه حتى أخذه، أمسك بيده. ثم قال فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه. جعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه. وفي رواية عند ابن ماجة قال في فأس رأسه. جعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في فأس رأسه. ممكن تقوم الله يحفظك، ممكن تقوم الله يحفظك، ممكن تقوم الله يحفظك. فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه. لما قابله النبي عليه الصلاة والسلام أمسكه بهذه الطريقة، أمسكه بهذه الطريقة، أمسكه بهذه الطريقة. وضع اليد على الذقن واليد الأخرى على فأس الرأس. ثم جاء في ابن ماجه أنه قبله عليه الصلاة والسلام ثم ضمه إليه. هذا كله بعد المداعبة اللطيفة الجميلة التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصغير. هذا كله من الرحمة. وأيضا أوردنا بالأمس مرة معنا طريقة مع الحسين، لما قبل الحسين ووضع يده على ذقنه واليد الأخرى على رأسه من أعلى رأسه، ثم قبله وعانقه. وكنت بالأمس طلبت من أخونا فهد أن يقوم، وربما أكون مخطئ عندما طلبت منه، لأني أردت أن أوضح الصورة فقط. أما فهد فهو من الكبار الذين لا يفعل معهم مثل هذا الأمر، لكنني قصدت أن أوضح المثال بكيف يطبق الأمر. وبعد الدرس طلبت منه أن يعفو عني فعفى عني، لأن مع حرصي على الفائدة، مع حرصي على الفائدة ورغبتي أن تتضح الصورة، وجدت نفسي أشير إليه أن يقوم، فجزاه الله خير قام. فيما بعد أحسست أنني أخطأت، لأن هذا هو أكبر من هذا. هذه تكون خاصة بالصغار الذين 4 سنوات 5 سنوات وفي مثل. أما فهد فهو طالب علم كبير، لكن أنا اندفعت من أجل التوضيح وطلبت منه المسامحة، وأيضا سامحني جزاه الله خيرا وبارك فيه وفي الجميع. نعم.